هل تعلم ما هي الشقة التي حصلت فيها أحداث مرعبة وحصلت فيها جريمة قتل بشعة جدا؟ هي شقة الفنانة ذكرى، بس يا ريت تدعموني بلايك وفولو، هنتكلم عنها النهاردة. بيقولوا بعد مرور 19 سنة على مقتل الفنانة ذكرى على يد زوجها رجل الأعمال أيمن السويدي وانتحاره، بيقولوا إن الأصوات المرعبة اللي بتحصل من الشقة نتيجة الجريمة البشعة اللي حصلت في شقة الفنانة ذكرى، وأدى بعد كده إن الشقة أصبحت مسكونة. الحادث حصل في يوم الجمعة 30 نوفمبر من عام 2003. بيقولوا إن في نهر من الدماء حصل في الشقة رقم 112 بسرايا السلطان بشارع محمد مظهر بحي الزمالك. انطلقت 69 رصاصة خلال ربع ساعة من مدفع رشاش أمسك به رجل الأعمال أيمن السويدي وصوبه اتجاه زوجته المطربة التونسية ذكرى ومدير أعماله عمرو الخولي وزوجة مدير أعماله خديجة. وبعد المذبحة البشعة أمسك رجل الأعمال بمسدسه وصوب الفوهة إلى فمه وأطلق النار على نفسه وانتحر. وبتقول مها العطار ان اغلب سكان العمارة من الاجانب، بس في بعض السكان شكل رئيس اتحاد الملاك من سماعهم اصوات غريبة من بعد منتصف الليل وعند الفجر تأتيهم من الطابق الثاني، وكان ردوا على شكواهم بان تلك الاصوات الغريبة اللي بيسمعوها دايما بتجيلهم من دور تاني غير الدور اللي حصلت فيه الجريمة علشان يهدي السكان. ولكن الحقيقة بتقول عكس كده تماما، بتقول ان في اشياء غريبة بتحدث داخل الشقة رقم 112 من عمارة سرايا السلطان كل ليلة. وجابوا عالمة طاقة كانت بتقول ان نتيجة عدم تنظيف المكان او صرف ارواح الموتى ادى الى تكرار الحادث نظرا لعدم اتخاذ قواعد تبديل الطاقات السلبية. بيقول ان مفيش اي حد نظف المكان، فعشان كده الطاقات السلبية فضلت موجودة لغاية دلوقتي. فلازم نحرص عند شراء بيت جديد، لازم نسأل الأول عن أحوال سكان البيت القديم، هل هم سعداء أم تعساء، هل حدث حالات وفاة في المنزل أم لا، هل يوجد حالات من الطلاق أو المرض أو الإفلاس، عشان نتأكد إن البيت اللي احنا نشتريه ده يكون كويس مش مسكون. بيقولوا بعد 20 شهر من وقوع المذبحة الدامية عادت الجريمة لتطفو على سطح الأحداث من جديد، وكانت هذه المرة من خلال بلاغ تقدم به محمد شقيق أيمن السويدي إلى نيابة قصر النيل طلب فيه الإذن بفتح الشقة مسرح الجريمة بعد إغلاقها بالشمع الأحمر، بعد ما سمع إن رجال الحراسة بيسمعوا أصوات غريبة وتنبعث من الشقة، ولاحظوا إن شباك غرفة النوم انفتح فجأة بالإضافة لمشاهدتهم أحجار صغيرة تتطاير من الشقة كل ليلة. وكان في صحفية معروفة جدا اسمها مها العطار بتقول ان وكيل النيابة لما جه يسمح بفتح مسرح الجريمة كان في قوة من رجال المباحث توجهت الى الشقة، ويقول ضابط المباحث نزلت مع زملائي الضباط بالقوة المرافقة ودخلنا العقار، وكان في انتظارنا محمد شقيق ايمن السويدي. بمجرد دخوله الى مسرح الجريمة اكتشف ان المكان مفيش اي حد قدر ينظفه من ساعتها، وان الدم لسه موجود في جدران الصالة وفي ارض المكان. ومع العطار بتقول ان في شريط من الذكريات كان بيمر في خيالها لما دخلت الشقة لأول مرة ولقت الأريكة اللي كانت المطربة الراحلة ذكرى موجودة عليها، وهي لابسة رنج أبيض جثة هامدة والدماء تغطي كل جسدها وهي تحتضن المخدة بتاعتها. وكمان بيقولوا ان هم فتحوا الشقة علشان يتأكدوا هل الاشياء الثمينة اللي موجودة في الشقة اتسرقت ولا لأ، وان حارس العقار لما جه يبلغ انطلق محمد شقيق رجل الاعمال ايمن السويدي كان عمال يدور في ارجاء الشقه عن الاشياء الثمينه، ولقى ان مفيش اي حاجه ضاعت في الشقه، وتاكدوا ان مفيش اي حد دخل.
ولما جه يحققوا في الموضوع لقوا ان الاصوات الغريبه بتنبعث من الشقه ملهاش اي سبب او تفسير. وكمان حارس العقار كان بيقول ان هو لما كان موجود كل يوم الساعه 5 الفجر بيسمع اصوات غريبه، وبيلاقي المصعد بيتوقف عند الطبق الثاني اللي موجود فيه شقة الفنانة ذكرى، وبيسمع أصوات عراق قطط كانت عمالة تتخانق. فطبعا الرعب دب في قلوبنا والخوف زاد لما سمعوا صوت ارتطام ضعيف بيأتينا من خارج باب العقار. فروحنا عشان نبلغ بسرعة، فلقوا إن شباك غرفة النوم الخاص بشقة الفنانة ذكرى مفتوح، وفي أحجار عمالة تتصهر من الشقة. فراح بلغ بسرعة شقيق رجل الأعمال أيمن السويدي وقال له إن هو لازم يفتح الشقة علشان يتأكد هل في حاجة اتسرقت ولا لأ، وقال له لازم الخرمان يتقري عشان الشقة أصبحت مسكونة. هل تعلموا ما هي الشقة التي حصلت فيها أحداث مرعبة وحصلت فيها جريمة قتل بشعة جدا؟ هي شقة الفنانة ذكرى. بس ياريت تدعموني بلايك وفولو، هنتكلم عليها النهاردة. بيقولوا بعد مرور 19 سنة على مقتل الفنانة ذكرى على يد زوجها رجل الأعمال أيمن السويدي وانتحاره، بيقول إن الأصوات المرعبة اللي تحصل من الشقة نتيجة الجريمة البشعة اللي حصلت في شقة الفنانة ذكرى، وأدى بعد كده إن الشقة أصبحت مسكونة. الحادث حصل في يوم الجمعة 30 نوفمبر من عام 2003. بيقولوا إن في نهر من الدماء حصل في الشقة رقم 112 بسرايا السلطان بشارع محمد مظهر بحي الزمالك، انطلقت 69 رصاصة خلال ربع ساعة من مدفع رشاش أمسك به رجل الأعمال أيمن السويدي وصوبه اتجاه زوجته المطربة التونسية ذكرى ومدير أعماله عمرو الخولي وزوجة مدير أعماله خديجة. وبعد المذبحة البشعة أمسك رجل الأعمال بمسدسه وصوب الفوهة إلى فمه وأطلق النار على نفسه وانتحر. ياريت بقى تدعموني أكتر وتضغطوا على علامة الانستا، هتلاقوا الاوبشن التاني اللي هو القناة بتاعتي على اليوتيوب، هتضغطوا عليها تعملوا سبسكرايب. لو سمحت تشتركوا في القناة بتاعتي علشان تدعموني اكتر لو بتحبوا القصص بتاعتي.